ايه ده؟ ايه؟ حد مراقبنا هنا كمان؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش متفقين؟ وانت خنت الاتفاق. مين ريم دي؟ مرات اخويا الله يرحمه. الف رحمه ونور تنزل عليه. ملحقش يتهنى معاها. وهي كمان اترملت بدري. بس كويس، كويس انك جنبها تاخد بالك منها وتكمل المرحوم ابتداها. انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه؟ مش فاهم؟ لا ما انا سمعتك وانت بتقول لها نتجوز. طيب ما انا ممكن اقول لك اعلم في خيلك. ممكن. وانا كمان ممكن اقول لك ان انا قتلت 3 وما عنديش مانع خالص ان اقتل الرابع. انت اتهبلت ولا ايه؟ بتهدديني؟ طب كويس انك فهمتها. على الاقل بفهم. مش سايب الغباء وسوء النية ياكلوا دماغي. انا ابقى غبيه لو صدقتك تاني. ولو ما صدقتيش هتعملي ايه؟ لا هعمل كتير. مره انا قربت افقد اعصابي وبجد هتربط الدنيا فوق دماغك. لو خنت مش هيبقى عندي حاجه اخاف عليها. انت خليتني اقتل واحد عمره ما ضرني، بالعكس كان بيني وبينه كل خير. اوعي بس تصدقي نفسك. انت لو ما كانش عندك استعداد من الاول ما كنتش طوعتيني. انا كل اللي عملته اني قربت الباب وبس، وانت اللي دخلتي. يعني انا غلطانه اني صدقتك؟ غلطانه انك مستعجله وشاكه فيا. قلت لك نستنى لحد ما الامور ما تهدى. بس ما قلتليش انك هتستنى مع واحده تانية. ظروف وجدد وما كناش عاملين حسابها. واحده طلعت من تحت الارض هتقش كل حاجه، وانا وانت هنطلع ابيض. دخلت لها من سكه الحب والجواز، البت اللي انا طول المشكله اتحلت. ايه؟ كفرت؟ وانا؟ انت وانا على اتفاقنا. وانا عندي وعد ليكي. انا كل اللي طالبه منك بس انك تاجلي شكوكك دي شويه لحد ما اظبط اموري، وبعد كده يا ستي ابقى اعملي اللي انت عايزاه. صدقيني كله هيبقى كويس. ايه بس الحلاوه دي؟ دي اقل حاجه عندي. اقل حاجه عندك ايه؟ ما انا شايفك 100 مره قبل كده يا ستي. نعم. على العموم يعني انت لو لابسه خير فنظري انت احلى واحده في الدنيا. نظرك انت بس؟ ايوه انا المهم اللي في نظري. ماشي متشكرين. انا مروبه. بقول لك ايه بقى؟ ما انا قلت لك جمدي قلبك كده وطمني ما تخافيش. بعدين انا هخلصك الموضوع كده يعني. ادهم يعني ادهم ادهم. هحاول اصدقك. ولو طلع عندي حق هدعي لك. ماشي. عارف ان انا فعلا ابتديت احس شويه بالامان وانا معاك. بجد والله. حلوه دي. ابتديت تحسي. طب بتحسي ايه بالظبط؟ احكي لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاقي ادهم فين في المكان ده؟ استاذ عمر. شكرا. خلي بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ادهم، كنت عايز اقابل ادهم. ادهم؟ اه. نقول له مين؟ قولي له مدحت، هو عرفني كويس. اقعدي اقعدي. انت مالك؟ ما تزعلش مني يعني. هو مش ممكن ينكر نفسه منك ولا يقول مش فاضي؟ لا ينكر ايه يا ادهم، ده اخويا هينكرني. طب وانا؟ انا وانت واحد. ده كلام. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مدحت؟ يا دهوب. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك يا سالم؟ ازيك يا الف خامه والقبعه دي كلها. انا هاخدكم الاول جوله افرجكم على المكان، وبعد كده هقول لك هنعمل ايه بالظبط. ماشي. انا سمروه لو سمحت، يعني عايزك تكلمي الراجل الاقرع بتاع الحسابات ده. الاستاذ عادل مدير الحسابات؟ ايوه هو ده. قولي له استناني في الاجتماعات كمان نصايه كده. نصايه؟ نصايه اه. تعالى مدحت تعالى. تعالى اتفضل. منورين. منورك يا دهوب. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عايزين نبتدي بقى يا مدحت. انا هشوف هو مدقدق هنا من المخرجين بتوع القناه، بس عايزين الاول نتفق على شكل البرنامج السحري. تمام. عايزينه حاجه كده تبقى. طب وانا ايه؟ انتي؟ انت هتشوف لك شغلانه هنا وبمرتب كويس كمان. يعني شقه وتعب تاني. وهي الحقيقه غير كده. ماله؟ انا اشتغلت كتير وعندي خبره كبيره، مفيش مشكله. حلو قوي.
هو حضرتك انا اشتغلت 3 سنين في فندق في الغردقه، وبعد كده اشتغلت في شركه شحن. شحن؟ اه شحن، شحن بضايع وكده. بس بعد كده بقى الشركه فلست وقفلت، فقعدت في البيت سنه لغايه بقى لما لقيت الشغلانه اللي انا كنت بشتغلها لغايه امبارح. اللي هي ايه؟ في بار. بار؟ اه. طيب بالنسبه للشهادات، يعني بصي حضرتك، انا معايا ثانويه عامه وواخده كورسات كمبيوتر، بس كل ده برضو ما يجيش حاجه جنب الخبره اللي الواحد ممكن يكتسبها كده كل يوم في الحياه. استاذ عادل، عايزين حوالي 300 كده عشان مدحت هيشتري عربيه جديده، اصرفهم له بكره. 300؟ 300,000 جنيه يعني؟ اه. وعايزين نشتري عماره تكون حلوه وقريبه. عماره؟ عشان فريق البرنامج السحري. هاخد انا الدورين اللي فوق، تحتيه مدحت، تحتيكوا سالم. اه سالم تحتيه. وبقيه الفريق بقى لحد الارضي. طب ما احنا ممكن نحجز فندق قريب احسن من الكلام ده. العقار ما بيخسرش. اتعلم بقى. يعني لو اتزنقنا فيه قدام وحبينا نبيعه نكسب فيه. حتى العربيه. يعني لو خسرنا فيها نخسر 40 50 بالكتير بالكتير. في الاخر هتلاقي نفسك مكيت. انما فندق ايجارات فلوس على الفاضي. مش كده؟ اه كده طبعا. ده كلام فارغ، دي مش قناة أو مؤسسة محترمة، أنا كنت حاسس إني قاعد في محل حدايد وبويات مثلا. ولا يا فندم البنت اللي جايبينها تشتغل معانا في القناة، طب دي أشغلها في إيه؟ في قسم الخضروات؟ ده مكاننا وأكل عيشنا، وإحنا مش قاصدين إن إحنا نفرض وصاية عليه، بس كده هنغرق كلنا. لازم يا فندم حد يكون بيفهم في الإعلام هو اللي يشتغل في الإدارة، وإلا ببساطة هنمشي. أوكي. منصور باشا. هلا يا صفت وقعد. قريت؟ لعبت معاه ابن الكلب. واحنا اللي ساعدناه؟ لا، احنا اتفقنا معاه اتفاق وهو نفذه، وادينا له اللي طلبه بالمظبوط. وما رمناش من الحب جانب؟ بأمارة ايه؟ بأي أمارة يا باشا؟ ايه؟ ده كله عندنا. والسبب اللي عملها المرة اللي فاتت احنا عارفينها كويس. واقفين ممكن تعمل له قلق ازاي في وضع زي ده. يا باشا الراجل ده بقى رئيس قناه المهدي. يعني شوف انت بقى ممكن يوصلنا لكام مسؤول. ولا لما كام واحد من الناس بتوعنا. بص يا صفت، لو احنا عايزين منه حاجه واكيد هنحتاج منه حاجه، يبقى لازم نلعب معاه بشكل تاني خالص. سيبك من الشغل القديم اللي انت بتتكلم فيه ده سابقه وكلام فارغ، لا. ده بقى برنس. والبرنسات لهم طريقة تانية في التعامل نعرف نلو بيها دراعهم ازاي. زي ايه يا باشا؟ ما تشغلش بالك، سيبني افكر واتشاور مع الراجل الكبير واقول لك. ولما هنعوز منه حاجة هنلاقي بدل السكة 100. ها يا ابن الكلب، اتشهرت على قفانا. لا يا شيخة، ده المفروض مكتب أنا؟ أيوه. وده بقى المفروض أعمل فيه إيه؟ اللي ربنا يقدرك عليه. نعم. يعني توظفي ناس ترفديهم. هو أنت محدش قالك أنت هتعملي إيه ولا إيه؟ ولا حد معبرني هنا غيرك، كتر خيرك. أوعدك إني مش هرفدي. وإحنا متقابلناش قبل كده؟ لا، ليه بتشبهي؟ يعني يمكن عشان ارتحتلك أول ما شفتك فحسيت إن أنا أعرفك. أو يمكن عشان بصيتيلي بصة غريبة فحسيت إن أنتي تعرفيني؟ ده بس عشان اللوب عند بعضها. يا ريت نبقى أصحاب. يا ريت، ده نتمنى. موضوع البرنامج السحري ده محتاج دراسة. أنا ما بقولكش ما تعملوش، اعمله. بس يعني الحكاية ما تجيش كده. قصدك ايه يعني؟ أنا قعدت مع عادل وقال لي مش لأنه لا سمح الله بينقل أخبارك، لأ، باعتباري المسؤول عن الشق القانوني للمجموعة، وأي حاجة بتتصرف أنا بمضي عليها. معلش سؤال يا متر. اتفضل. هي فلوسي ولا فلوسك؟ فلوسنا كلنا.
ازاي يعني؟ مش من الناس دي وانا واحد منهم بناكل عيش وفاتحين بيوت ورانا مسؤوليات واي مشاكل بتحصل في الاداره بتضرنا كلنا؟ لا اطمن يا متر، انا عارف انا بعمل ايه كويس. مش معنى اني ما بعرفش اقول كلمتين انجليزي اشتغلك بيهم زي الناس اللي بره دول ابقى اللي بعمله غلط. بكره تشوف البرنامج ده هيعمل ايه. وعموما اللي مش عاجبه الطريقه اللي انا ماشي بيها الليله يتفضل يمشي مع 1000 مليون سلامه.